السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي في قناتنا قناة درس خصوصي. النهاردة معانا أول درس في منهجنا الصف السادس، النسبة. عايز أعرف يعني إيه نسبة. طبعا إحنا السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها خدنا الكسور بتاعتنا، وكنت بقدر أقارن بين الكسر وبقول البسط والمقام. احنا السنة دي في سنة ستة كبرنا وهنغير مفهوم الكسر لمفهوم تاني خالص. طيب لو انا عندي شجرة طولها 3 متر وعندي عمود انارة طوله 5 متر، عايز اقارن بين العددين، لاما هقول ان الشجرة بتنقص عنا عمود الانارة او عمود الانارة بيزيد عنا الشجرة. اللي انا عملته ده هقول ايه؟ هقول ان مثلا عندي طول الشجرة على طول العمود. عندي الشجرة طولها كام؟ طولها 3 متر، وعندي العمود طوله كام؟ طوله 5 متر. أصبح طول الشجرة بالنسبة لطول العمود 3 على 5. إيه اللي أنا عملته ده؟ اللي أنا استخدمته ده هي دي النسبة. طب أنتوا هتقولوا لي إن إحنا كنا بنقول إن ده كسر السنة اللي فاتت وده بسط وده مقام. احنا كبرنا وهنختلف المعنى بتاع الكسر لمفهوم تاني خالص اسمه النسبة. انا عملت ايه؟ قارنت بين الشجرة، قارنت بين طول العمود، قارنت بين طول الشجرة وطول العمود. اللي انا عملته ده اسمه مقارنة. طيب هي المقارنة دي ايه؟ نسبة. يبقى تعريف النسبة بتاعنا هي مقارنة بين عددين او كميتين، بس مهم جدا ان انا احط لها كلمة مهمة جدا هي اللي هتفرق معايا، من نفس النوع. لازم احط من نفس النوع، يعني لازم يكونوا من نفس نوع الوحدات بتاعتي. يبقى النسبة هي مقارنة بين عددين او كميتين من نفس النوع. طيب ازاي بعبر عن النسبة؟ انا بعبر عن النسبة بطريقتين، يمكن التعبير عن النسبة بكم طريقة؟ بطريقتين. ايه هما؟ الطريقة الأولى العدد الأول على العدد الثاني. يبقى أنا بعبر عن النسبة بطريقتين، العدد الأول على العدد الثاني. طب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية العدد الأول إلى، إلى دي بقى اللي هي نقطتين فوق بعض، إلى العدد الثاني. يبقى أنا ممكن أقول العدد الأول على العدد الثاني أو العدد الأول إلى العدد الثاني، هو ده طريقة التعبير عن النسبة. طيب يعني معنى كده ان التلاتة على خمسة دي اقدر اعبر عنها بطريقة تانية؟ اه ممكن نقول تلاتة الى خمسة. طب انا عايز اعرف اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه العدد الاول. يبقى التلاتة بتاعتي دي، التلاتة بتاعتي دي اسمها ايه؟ اسمها العدد الاول، بس ملهاش مسمى تاني لا اقدر اقول عليها الحد الاول. ممكن اقول عليها الحد الاول. طب مفيش مسمى كمان؟ اه ممكن اقول كمان مقدم النسبة، مقدم النسبة. يبقى انا خلي بالي ان الرقم اللي فوق عندي اللي هو العدد الاول ده ممكن اقول عليه العدد الاول، ممكن اقول عليه الحد الاول، ممكن اقول عليه مقدم النسبة. طيب الخمسة دي ها اسمها ايه؟ الخمسة دي اسمها العدد الثاني. العدد ايه؟ الثاني او الحد الثاني او تالي، مش تاني، تالي النسبة. يبقى انا عندي العدد الاول على العدد الثاني أو الحد الأول على الحد الثاني أو مقدم النسبة على تالي النسبة.
طيب انا دلوقتي بعبر عن النسبه قلنا بطريقتين، لا اما العدد الاول الى العدد الثاني او الحد الاول الى الحد الثاني او مقدم النسبه الى تالي النسبه. طب الطريقه الثانيه، العدد الاول على العدد الثاني، الحد الاول على الحد الثاني، مقدم النسبه على تالي النسبه. طيب انا ممكن تجي لي الاسئله دي، هل ده ما ينفعش يجي لي في الامتحان؟ ده مهم جدا انه ممكن يجي لي في الامتحان. تعالوا نشوف ازاي نمط الاسئله ممكن يجي لي ازاي في الامتحان بتاعنا. اول حاجه بيقول لي اكمل رقم واحد، النسبه هي نقط. السؤال الثاني، النسبه بين عددين بتساوي نقط. السؤال الثالث، 4/7 مقدم النسبة هو، وتالي النسبة هو. السؤال الرابع، إذا كان تالي النسبة هو 7 ومقدم النسبة هو 5 فإن النسبة بين العددين بتساوي إيه؟ تعالوا نحل مع بعض الأسئلة دي، والأسئلة دي فعلا بنلاقيها في جميع الامتحانات. أول حاجة بيقول لي النسبة، تعريف النسبة هو إيه؟ هو مقارنة، يبقى أول حاجة هو مقارنة بين عددين أو كميتين. ما اسكتش، لو أنا قلت مقارنة بين عددين أو كميتين وما كملتش المعنى بتاعي أنا كده مش هاخد درجتي كاملة، لازم أحط كلمة بتاعتي ليا مهمة جدا، من نفس النوع، من نفس النوع. يبقى النسبة هي مقارنة بين عددين أو كميتين من نفس النوع. طيب النسبة بين عددين، النسبة بين عددين بتساوي إيه؟ لإما العدد الأول على العدد الثاني. لما أنا أوجد نسبة بجيب العدد الأول على العدد الثاني. طب حد تاني يقول لي ايه؟ لا انا مش عايز اقول العدد الاول على العدد الثاني، انا عايز اقول الحد الاول الى الحد الثاني. اقول لك صح؟ حد تالت يقول لي لا انا عايز اقول مقدم النسبة على تالي النسبة. يبقى لما يقول لي النسبة بين عددين انا ممكن اقول العدد الاول على العدد الثاني، الحد الاول على الحد الثاني، مقدم النسبة على تالي النسبة، أو أستخدم إلى بدل على. العدد الأول إلى العدد الثاني، الحد الأول إلى الحد الثاني، مقدم النسبة إلى تالي النسبة. طيب بيقول لي 4/7 مقدم النسبة هو مين؟ مين مقدم النسبة؟ تمام، الأربعة اللي فوق ده هو بيبقى مقدم النسبة، أما السبعة هي تالي النسبة، اللي تحت تالي النسبة، اللي فوق مقدم النسبة. إحنا خلاص بقى هننسى بسط ومقام، كبرنا، مش هقول بقى بسط ومقام، هقول مقدم وتالي. يبقى مقدم النسبة هو مين؟ هو الأربعة. طب تالي النسبة مين؟ السبعة. هنا بقى نخلي بالنا من السؤال الرابع ده كويس جدا، بيقول لي إذا كان تالي النسبة 7 ومقدم النسبة 5 فإن النسبة بين العددين هتساوي إيه؟ كلنا طبيعي هنقول لك آه آدي السبعة وآدي الخمسة. هقول لك غلط. طب ليه؟ ملحوظة مهمة جدا ولازم نحطها حلقة في ودنا، لازم أراعي الترتيب في النسبة. يعني إيه؟ يعني أشوف هو طالب مين الأول. هو قال لي إيه؟ تالي النسبة، يبقى التالي عندي هو السبعة. طيب قال لي مين المقدم؟ مقدم النسبة الخمسة. يبقى الترتيب بتاعي اللي هو مقدم النسبة 5، محدش بقى يقول لي تحت، لا أنا عارف إن المقدم هو اللي فوق والتالي هو اللي تحت، فلما اجيش اقول 7/5 من غير ما انا افهم سؤالي كويس جدا. التالي تحت، ادي حطيت السبعه تحت. طيب المقدم فوق، يبقى انا حطيت الخمسه فوق، يبقى عندي تالي النسبه 7 مقدم النسبه 5، النسبه بين العددين هتبقى ايه؟ 5/7. دي الاسئله اللي ممكن تجي لي على مسائل النسبه النظري. طيب ناخد سؤال كمان، قفص به 5 عصافير.
وخارج القفص سبع عصافير. اوجد. عايز النسبة بين العصافير داخل القفص وخارج القفص، عايز النسبة بين مجموع العصافير والعصافير خارج القفص. ازاي احل سؤال زي كده؟ اول حاجة طالما قالني اوجد النسبة يبقى لازم اعمل كسر العدد الاول على العدد الثاني، او الى العدد الاول الى العدد الثاني طالما قالي اوجد نسبة. طيب انا هنا ايه؟ لازم اراعي الترتيب بتاعي في النسبة. يعني ايه اراعي الترتيب؟ يعني اشوف هو طالب مين الاول. هو بيقول لي اوجد النسبة، خلاص انا عرفت طالما قالي اوجد النسبة يبقى انا هعمل عدد اول على عدد ثاني بين العصافير داخل القفص. الملحوظة بقى المهمة جدا ان انا اراعي ترتيب النسبة بتاعتي. طالب مين الاول؟ داخل القفص. طب العصافير اللي داخل القفص كام؟ خمسة. يبقى مقدم النسبة او العدد الاول بتاعي هو الخمسة. طب مين التاني؟ خارج القفص. العدد اللي خارج القفص مين عندي؟ سبعة. يبقى خمسة على سبعة. يبقى انا الملحوظة بتاعتي اللي هي مراعاة ترتيب النسبة. طيب هنا بيقول لي النسبة بين مجموع العصافير، معنى ان يقول لي اوجد النسبة يعني عدد اول على عدد ثاني او عدد اول الى عدد ثاني. طالب مين الاول؟ مجموع العصافير. مجموع العصافير كلهم داخل القفص وخارج القفص. عندي كام عصفور داخل القفص؟ خمسة. وعندي كام عصفور خارج القفص؟ سبعة. يبقى انا هجمع مجموع العصافير بتاعي خمسة زائد سبعة كام؟ 12. يبقى مجموع العصافير كلهم كام؟ 12. ودايما لما تجيلي مسائل زي كده اوجد النسبة بين مثلا عمر اب وعمر ابن، عدد بنين وعدد بنات، اجمع الاول الاثنين عشان يبقى عندك دي انت عاملها لو طالب مجموعة. خلاص. طب انا عندي هنا بيقول لي ايه النسبة بين مجموع العصافير، طالب مين الاول؟ اراعي ترتيب النسبة. المجموعة، المجموعة عندي مين؟ 12. انا مطلعه 12، يبقى 12 هو ده في العدد الاول. طيب والعصافير خارج القفص، كام عصفور خارج القفص؟ 7. يبقى 12 على 7. يبقى مهم جدا ان انا اراعي الترتيب في النسبة. طيب لو جه هنا مثلا كان همسح مثلا اقول داخل القفص وهنا الخارج وهعكس، بيقول لي النسبة بين العصافير خارج القفص وداخل القفص. لو انا حطيت الخمسة على سبعة دي كده اصبحت المسألة عندي غلط. ليه؟ لان انا ما راعيتش الترتيب في النسبة، مش الترتيب في العدد اللي هو مدهوني خمسة الاول وسبعة التاني، لا في الترتيب في المطلوب. هو طالب ايه الاول؟ يبقى اهم حاجة دي اللي احنا بنقع فيها وبتلخبطنا، حتى ممكن تكون احنا فاهمين الاجابات صح بنكتب اجاباتنا لكن ما بنراعيش ترتيب النسبة بتاعتي. عندي العدد بتاع العصافير اللي خارج القفص كام؟ سبعة. يبقى سبعة على، طالب مين التاني؟ العصافير داخل القفص. طيب مين اللي داخل القفص؟ خمس عصافير. يبقى سبعة على خمسة. اختلف تمام الإجابة من العصافير داخل القفص إلى خارج القفص كانت خمسة على سبعة، أما العصافير خارج القفص إلى داخل القفص بقت سبعة على خمسة. أهم حاجة ملحوظة مهمة جدا إن أنا أراعي الترتيب في النسبة بتاعتي. وبكده نكون انتهينا من تعريف النسبة بتاعتنا. أتمنى إن يكون درسنا نال إعجابكم واستفدنا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا قناة درس خصوصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.